السلام عليكم، انا جاي النهارده هكلمك عن اغرب موبايل هتشوفه في 2022. موبايل بيغير لونه مع تعرضه للشمس او درجات الاضاءه العاليه، وموبايل النهارده هو الفيفو في 23. الموبايل ده لو عرضته للاضاءات العاليه لمده 5 دقائق او عرضته لضوء الشمس لمده 5 دقائق لونه بيتغير تماما. طيب بالنسبه للموبايل نفسه، الموبايل ده من الموبايلات النادره جدا اللي بيجي باتنين كاميرا اماميه، ضيف الى ذلك اتنين فلاش امامي. بالنسبه للتصميم، تصميم الموبايل فهو بريميوم جدا، ازاز ومعدن ومربع كاميرات كبير، سمك 7.6 مللي ووزن 179 جرام، شاشه حوافها صغيره جدا، اموليد 6.44 بوصه فول اتش دي بلس و90 هرتز، وفيها فتحتين للكاميرا الاماميه، معالج من شركه ميديا تك الدايمنسيتي 920 اللي اداؤه مقارب جدا للسناب دراجون 778، عندك 8 جيجا رام مع 128 او 12 جيجا رام مع 256، بس للاسف مفيش كارت ذاكره خارجي هنا ومفيش مدخل 3.5 مللي. الكاميرات بتتلخص في 3 كاميرات خلفيه 64 8 و2 وبيصور لحد 4K في تصوير الفيديو، ومع الكاميرات الاماميه في عندك 50 و8 وبرده بتصور هنا فيديو لحد 4K. بصمه تحت الشاشه، بطاريه 4200 مللي امبير مع سرعه شحن 44 واط. كل ده كلام جميل جدا، بس للاسف الموبايل ده سعره مبالغ فيه.